السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة الحلقة 30 من رمضان كريم قضايف رمضان لعام 1443 هجرية 2022 ميلادية. الحلقة الأخيرة إن شاء الله النهاردة حتكون بعنوان العدالة في مصر القديمة. العدالة أو المعد اللي كانت في مصر القديمة المفهوم بتاعها إن هي النظام، العدل، الاستقامة، إيتاء الحقوق، يعني معرفة الواجبات، معرفة حقوق الآخرين لديك، فهي المعاملة برضو في مصر القديمة. ومن أهم المناظر في مصر القديمة الملك لما يقف قدام الآلهة، حتى في قدس الأقداس لما إيه المنظر يكون بصين ظهرهم لبعض كده، وبيبدأ مثلا الطقس بالتاج الأبيض وينتهي بيقدم تمثال الماعد، والناحية التانية بالتاج الأحمر وينتهي بالتاج الأحمر ويقدم تمثال الماعد، وهو ده فيما معناه إني سأحكم بالعدل أو إنني سأستقيم وأسير الأمور بميزان العدالة والاستقامة. فالماعد برضو عند مصر القديم ما كانتش لها معبد معين، يعني ما فيش معابد للإله ماعد، لأنها مفروض العدالة تكون في كل مكان وزمان. عكس العدالة عند مصر القديم، عكس المع أو الماعد المستقيمة ومع المستقيم مذكر ومؤنث، المعنى إن العدالة عكسها كانت الإسفت اللي هو الشر، اللي هي القوة الفوضى. والإسفت هي اللي وصلت لنا في اللغة الدارجة الزفت، اللي هو فيما معناه إشارة إلى الشيطان، إشارة إلى الظلام والظلم وعكس العدل وعكس الاستقامة، فهو الإسفت أو الزفت فيما معناه. عند المصر القديم في تقدمته لتمثال العدالة فيها رمزية، أستاذنا الكبير بدو فراج بيشير إلى أنك أنت لما بتتكلم عن إن الآلهة تتغذى على العدالة، يعني الآلهة ترضى على الملك الذي يحكم بالعدل، وإن الشعب يكون مستقيم وكل الناس عايشة في سلام وعدالة اجتماعية وأجواء محيطة، وكل واحد ياخد حقوقه وكل واحد عارف واجباته وحقوق الآخرين عليه. فكان يقول لك إيه عند تقدمة تمثال العدالة، يقول لك إن الآلهة تتغذى على العدالة والبشر يكونوا راضيين ومستقيمين ومستقرين نفسيا واجتماعيا، والناس يأكلون ويشربون. فحتى القرابين التي تقدم من قبل الناس للمعبودات الآلهة ما كانتش بتستفيد منها، فهي الكلام ده بيتدور ويروح مرتبات للموظفين والناس بتقطع أحجار زي ما احنا عارفين. فعايزاه بس الآلهة من الناس إن الحاكم يكون عادل مع شعبه ووا. فإذا نقول جملة بسيطة، إن البشر يتغذون ويأكلون ويشربون، أما الآلهة تتغذى على العدالة. حتى القربان المقدم لإله ما كانش يتساب، يعني كان يصلوا عليه أو يباركوه بالأدعية أو بالنذور، وما كانش يترك زي الديانة الجوزية والديانات الأخرى. فدي مهمة انك انت توصلها لنفسك وتوصلها للجسد لو انت مرشد سياحي، انك انت توصل القرابين المقدمة للآلهة كان يستفيد منها البشر، والآلهة بقى مش بتأكلها ولا تشربها، ولكن الآلهة عايزة الناس تكون عايشة في استقرار وحب وسلام وعدالة اجتماعية واوا. فهي دي المفهوم والمنظور لها. في نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم، وكل سنة وأنتم وحضراتكم طيبين، وأشكر كل الناس اللي بتتابع الفيديوهات باستمرار في رمضان، وكان عدد قليل يمكن المشاهدات،